وحده بيكون فيديو جديد في هذا الفيديو هذا غيكون مختلف على الفيديوهات اللي درت قبل ديال افلام قصيره. دابا غادي يكون على دانس والناس اللي هز عليهم الدانس يبانوا عندي في الكومنتيرات. اوكي، هاد الولد هذا سميتو صلاح، من اصول مغربيه كيعيش في فرنسا ومشهور بزاف، غني عن التعريف، اللي ما كيعرفوش غادي يشوفو دابا. المهم نبداو بلا ما نطول عليكم، على بركة الله نشوفوا الفيديو. اوكي سي بارتي. دي جي بيغو بلاي ذا ساوند دري شمك كاين واحد كاين بنانا وهاد الموسيقى بدات سيكس جميل بزاف. هاد النوع ديال الدانس اللي كيديروا دابا سميتو الفانك دانس، زوين دانس كوميدي، بحال تقول دانس هو كوميدي. برافو، حركات مع الموسيقى كتسيري سطن جواب. بالظبط عجب راوند 2
Listen everybody. Hey, rocking. Tatan gurme çorbalar. طبيعة الحال صلاح هو اللي ربح. المهم هذا الدري هذا هو وار. نبغي لكم تمشيو تفرجوا فيه الا كان كيعجبكم الدانس. عنده دي فيديو اللي واعرين في كومبات طبيعة الحال. وشاركته في برامج ديال عرب جود تايلاند مثلا وبزاف ديال البرامج اللي ربح فيهم. هنا بروفيسيونيل جي جي من نابيون. يوا جي 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 جي. المهم شكرا على المشاهدة ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.